أقسم لكم إن لم تتفقوا بما يرضي الله ويرضي الشعب فغدا أذكركم بيوما عبوسا قبطريرة. الحوار لغة حضارية متقدمة، ودائما الذين يجيدون هذا الفن بعيدون عن كل الأزمات، ودائما ما نشجع وندفع إلى أن تكون طاولة الحوار هي اللغة أو المكان الأنسب للذين يختلفون أو يتنازعون والمتخاصمين، حتى وأن غادروها فلا بد أن يبقوا على الود متصلا. واللجوء إلى الحوار لوحده لا يكفي، لا بد وأن تسبقه حسن النوايا وتحديد الأهداف والآليات الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، حتى المتحاورون أو القوى السياسية التي تتحاور لا تستهلك نفسها في حوارات غير مجدية. والسياسي الذكي هو الذي يعرف كيف يتحاور بلا جدل وبلا تقاطع، خصوصا داخل رقعة الوطن الواحد، لأنك تفترض وهذه هي الحقيقة أنكم شركاء في عملية سياسية واحدة، مطلوب منكم أن تنجحوا، وإن لم تنجحوا فهنالك جلاد متوثب يقف على أطراف أصابعه. هذه الأيام حراك سياسي من أجل إحداث حوار لأزمة سياسية وصفت بشتى الأوصاف، أحدهم قال إنها أزمة مفتعلة، آخر قال أزمة خاسرين، آخر قال أزمة لقوى وقع عليها ظلم كبير، آخر يقول إنها أزمة لغرض تشكيل، ومسميات عديدة. سموا ما شئتم، ولكننا ما يهمنا في الآخر النتائج. الآن هنالك مصطلح أزمة وحوار لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة بين الأخوة في الإطار التنسيقي والأخوة في التيار الصدري، ماكو مشكلة الحوار. لكن أنا الذي أفهمه في أي دولة من العالم عندما تنتهي الانتخابات، الذي يحكم القوى الفائزة والقوى الخاسرة هو القانون والدستور في تشكيل الحكومة وليست الأمزجة الشخصية. وما عدنا بتشكيل الحكومات حب عمك حب خالك أو يرضى فلان وش قد لفلان وش ياخذ فلان، شنو علاقة فلان؟ أكو قانون وأكو دستور، والدستور يقول الحكومة تتشكل بهذا الشكل. إذا نذهب إلى القانون لنشكل الحكومة، واللي يجي بهاي التشكيلة يشملها القانون على روسنا، واللي ما يرضى بهاي التشكيلة زعلان على أخوته على ولد عمه يروح يقعد لهم بالدرب معارض بالبرلمان ويطيح لهم فشخات. ما يصير. نروح للكتلة الأكبر بال 2010 نفسرها، وبال 2014 نفسرها، وبال 2018 نفسرها، وبال 2021 نفسرها. إذا هذا عمل أمزجة، ولذلك وقعنا هاي الوقعة، وصلنا لهذا المستوى. حتى عندما تتحاور هذه القوى نحتاج منهم أو أن مطلوب منهم أن يقنعوا المواطن العراقي أن هذه المرة هذه الحوارات لتشكيل حكومة تمثل صبر العراقيين، لأن احنا ترى صبرنا كثير، ضحينا كثير، اطينا دم كثير. ترى الدم اللي اطيناه احنا ما اطيناه من تشاس أحد، اطيناه من تشاس أهلنا، واطيناه من تشاس أمهاتنا، ومن قاتلنا قاتلنا بشرف، وما قبلنا العراق يقسم على اثنين. لذلك لما نطالب القوى السياسية اليوم أن تتحاور، يجب أن تتحاور بلغة وطنية متقدمة. مو مشكلة
تختلفون فيما بيناتكم، تتنازعون هنا وتتفقون هناك، لكن لست بلغة المحذر إنما بلغة الناصح. أقسم لكم إن لم تتفقوا بما يرضي الله ويرضي الشعب فغدا أذكركم بيوما عبوسا قبطريرة.